اعلنهم. اسمعوا يا شباب، نظرا لغلاء الفول والحمص وارتفاع اسعار الحشائش على انواعها، نعلن للزبائن الكرام اننا اضطررنا الى رفع سعر الصحن من 35 الى 40 قرشا. انت انطون مش بكره تجي تقول لي ليش وتبلش تشارع وتعمل لي ايه؟ وبالمناسبه ان الاستاذ معلم نخل التنين صاحب ومدير ومطرب ومؤسس هذه القهوة الوحيد، رغبة منه في التنويع والتجديد، قرر إجراء مسابقة فحص أصوات لأنه بحاجة إلى مطربين ومطربات يغنون معه ويأخذون عنه شقلة في الوصلات الغنائية. فعلى الراغبين بالالتحاق أن يثبتوا وجودهم غدا الساعة 10 هنا في هذه القهوة وأمام اللجنة الفاحصة. وسوف تكون اللجنة الفاحصة مؤلفة من السادة الأستاذ المعلم نخل التنين رئيسا، وابنته ياسمين نائبة الرئيسة، وداعيكم عز أعضاء. بس يا شباب شي. طيب صوت منيح خي، شو بتعملوا فيه؟ ما قلنالك بندخلوا بحفلات القهوة. بس هيك؟ ايه هيك. شو بعد بدك؟ انه بيغني وبتدفعوا له الشي؟ لا خي لا، ما بتوفي معنا، بيغني له غنية وبنعشيه على حسابنا. مارو دخلك. وإذا المشاهدين ضربوه عبروه، مين المسؤول؟ لك. احنا المطرب عنا مكفول على جمعة، بعدين إذا حب يغني بيغني على مسؤوليته. يعني الشغلة فيها خطر نوعا ما، بس يلي حس إنه صوته معقول ينضرب عليه بلا ما يخاطب. هلا يا شباب كلكم سميعة ومزوقين، وبتعرفوا إنه المعلم نخلي ما راح ينقي إلا اللي صوته منيح، فيلي حاسس إنه صوته منيح يشرف بكرة قبل الساعة 10 تجرب حظه. تمام، اتفقنا؟ اتفقنا. وهلا صار لازم نبدأ حفلتنا، تفوت أنت المعلم نخلي، يلا شرفوا. شو كان في دموع بعيونه وبكي، فايق عهاك الباب شو صاير حكي، وفايق شو كان في دموع بعيونه وبكي، تقلي معاد الحب بدو قلوبنا، وإلا لا تقسي كتير على القلب ولكي. الماضي بوار بكي
الحزين جينا نراضي زعلانين ليلي باللحن الحزين جينا نراضي زعلانين يا قهوة نخل التنين خليكي ملفى الأحباب اوف 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 طول الهجر يا ليلى تلفنا ودار الحزن من حولي تلفنا اوف اوف طول الهجر يا ليلى تلفنا ودار الحزن من حولي تلفنا هوفوت بقي عندما بتفضي تلفناي وصلنا خطا حاكي لحبايه يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا بنت المعاوي سألتني قلبك شاني جاوبتك إيوة إيوة يا بنتي للمعاوي كل خالك لوليوة سألتني قلبك شاني جاوبتك إيوة إيوة وحياة ربي المعبود خليتيني برق العود قلبي بوصالك موعود تنروح سوا يا بنتي للمعاوي كل خالك لوليوة سألتني قلبك شاني والقالب لمن بيدوك مالوش ديوة يا بنت المعاوي كل خالك لوليوة سألتيني قلبك جان جاوبتك ايوة 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 يا تنين ايوة على عيني هو حياة رب العالي اسمك ما يروح من بالي وانت صرتي حلالي تنعيش سوا يا بنتي للمعاوي كل خالك لوليوة سألتيني قلبك جاني جاوبتك ايوة ايوة يا بنتي للمعاوي يا بنتي للمعاوي لوليوة 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 والليلي والليلي إلكن عندي مفاجأة راح بتغني لكم بنتي ياسمين لأول مرة ياسمين ياسمين دعي بابا سهرني ليالي سهرني سنين سهرني واخر دمعه لكن العلي شو ما قال لي عيوني وقلبي دغري بيسمعوا حبيبي مسافر صار له سنين قلبي ناطر صار
ليالي سهرني ليالي سهرني سنين سهرني واخر دمعه لكن العلي شو ما قال لي عيوني وقلبي دغري بيسمعوا نطرني شهور نطرني واخر دمعه ليلي سهرني ليالي سهرني سنين سهرني واخر دمعه لكن العلي شو ما قال لي عيوني وقلبي دغري بيسمعه بكرة خليها تكون القهوة جاهزة قبل الساعة 10. مأمور. يا عبدو. قول. كيف لقيت لي السهرة الليلة؟ منيحة شو بها؟ السهرة كانت ناشفة ما في واحد قال آه. بدك للمزبوط؟ فعلا كانت ناشفة. وين صاروا هود اثنين اللي وعدتني فيهم؟ الجماعة اللي بيطيبوا؟ أنا قلت لهم يجوا. وبفتكر اليوم بيوصلوا. وانت امين منون؟ ولو يا معلم نخلي. وشو عرف؟ الاول عامل تخصص 5 سنين مظاهرات مع طلاب الجامعات. يا سلام. وزيادة ثقافي سافر على ايرلندا اشترك بالمظاهرات هونيك. وبكرة بتشوف عيونه مبجبجة عنابل دموع. وهيدا بيعرف يهيس بالايرلندي؟ علموه يهيس بالايرلندي. بس ساعة اللي يكي لا يصرخ بالعربي. عال. والتاني؟ تاني؟ آخ شو بدي خبرك عن التاني؟ شفت يونس؟ يونس بيع الخضرة؟ ايه يونس ما غيره بيع الخضرة. هيدا التاني اللي عم بيقلك انه ضل يعيط وزير ويهيس تنجح لونس بالانتخابات. هالقد؟ يا زلمي صوته غطى على كل صوت بالصندوق.
ايه بس لازم نفهمهم وين يطيبوا مش نفلتهم يصرخوا عزوقهم. اكيد. مع النخلة بس مشان الدفع كيف بنقعدهم؟ هيك هني كيف معودين يقبضوا؟ شوف هني مش متعقدين مع هاوي طرف، وفكري نحن نوضع لهم تسعيره نص ليره على التطيبه. نص ليره على التطيبه؟ لا يا خي شو نص، هو ده الف لبر خمس طابات بربع ليره، ربع بزياده يا خي. لا لا لا، هاو راح يتعذبوا ويجوا كل يوم لهون، بعدين راح يطيبوا لك من كل قلبهم. نص ليره عال. ايه بس هيقوموا ينطربوا شي ساعه ويصيروا نازين تطيب بيخربوا لنا بيتنا. ها ليش نحن راح نتركهم ينطربوا؟ قلت انا اذا شوي حسيت عليهم راح ينطربوا بسحب لك اياهم جوا بدون ما حدا يحس. ولو عال بعد السهرة وامر يناموا هون بالقهوة. انت ما عليك، احنا علينا نسقيهم كل واحد مدقة عرق ومنسرحهم، ولسبد ما يلاقولهم شي كم يوم خضرا مسرب بالليل زقهم معه. عال اتفقنا لك. خاطرك. مع السلامة. عم فول مستعجل عندي دورية. وانا الدورية على بكرة الصبح غزوية ولا دورية؟ قوم عملي قوم وكتل زايد شوي جوني موتسي بالبيع. يلا بروح بكرة حاجة اشتغل. بقدونس افش بسيطة ولا بقدونس؟ وصل كمان افش. طب لا بس اللي احلك عم كنت الصبح. ايه بلكي بدك تبوس الضابط. شوفي ما في فول كمان ما في. بحيات عزو. بحياتك. في حماص. حماص ايه في صحن من امبارح ما اسلع انتان تاخدو. ايه هلا كملو قلت وجيب لك صحن كامل تقلق. ايه لايك وعد خلي صنف اكل يعتب عليك. ها سامع دخلك شو هتعملت انت زي زي ضل العريف تبعكم يحورك حد بيته هو دوري تهشل من الضيعه. ولطيف دخلك شو هتسال فيها؟ خطفها بيا الحليب. ونزها ونزها خطفها سليم. اخ طالع بالي اخطف حدا. انت بدك تخطف حدا؟ انت روح اخطف لك شي جنبه تجيب بيمشي الحال. انا؟ ايه انت بلك يخطفوا لك نفسك بريحونا منك. دخلك ايش عملت انت نصطاس؟ نصطاس؟ كثير شغلتك فيلك نصطاس؟ قول شرفني باللي بسوي الطاولة. منين؟ وين تنوي؟ لا خي انا بدي بلش من هون. انا معود بلش من هون. من هون؟ ايه من هون؟ ايه؟ بلش مطرح ابدك انا بدي اقعد هوني. شو رايك؟ يلا ما اهضمك. شو رايك؟
الشباب كلهم جايين يجربوا صوتهم؟ انت كمان بتغني؟ لكن شو جاي تعمل؟ انا بسمع. تسمع؟ ايه؟ بتحب تطلع تقعد مع اللجنة؟ ما في مانع. تفضل علم نخلي، صار فيك تتفضل. لا يا شباب بسيطين، زقتي عم يحب الحماس. شو مين حضرته؟ حضرته من اللجنة. ولا ما نحن اللجنة؟ حضرته كمان من اللجنة بس من برا. ليش اللي جوا ما بيكفوا؟ بيكفوا بس يلي من برا كمان ما بيشكوا من شيء. ايه عاد. شو الشباب جو تشو انتو هون؟ جو تشو يا اخوان. اهلين، تفضل. يلا اللي بيحب يبلش بالشباب؟ انا. شرف. شو الاسم الكريم؟ فضلوس. لمين بتغني يا فضلوس؟ شوف انا ما بغني لحدا، عندي اغاني خاصه. يعني انت بتلحنها؟ ايوه لحنها وبنظمها وبغنيها. عظيم، ممكن تسمعنا شي لحن؟ عراسي. تفضل. كرسي يا عراسي. بس هذا اللحن معروف. ايه بعرف، انا كل الحاني معروفة. لا بس اصلي هذا اللحن لعبد الوهاب. ومين قال لك لعبد الوهاب؟ ولو ما الاذاعة بتقول. عال بدأت تصدر الاذاعة شو ما بتحكي. لا بس اصلي عبد الوهاب انشهر من ورا هالغنية. عبد الوهاب شهر على ظهري عبد الوهاب، وما راح اسكت له عليها. مش راح تسكت له عليها ابدا. ليش فكرك نحن راح نسكت لك عليها؟ حكيني كلمة على جنب. ايه ليش لا؟ مر. لك حكيني كلمة على جنب. وين يا اخوان؟ للحقيقة عندي موعد مستعجل، تأخرت كتير. رجعت قال لك رجع ما بالك تغني؟ لا 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 صوتي مش حلو. بدنا نسمع. يا أخي والله صوتي ما بيسمع. لازم نسمع. أنا بوفق بلاء أو خلي أفهم. رجل شو؟ عرس. عفيك شد حيلك شوي عفيك. اوف اخ اخ اوف اوف اخ اوف. ليه؟ ابو ليه صار؟ رجع لهون احصل لك. ليه؟ لانه بقالنا خمس سنين بالاذاعة الاول بالصدر الفاشل. ايه بقى ناطق قدام الاذاعة. مين بعك فيه؟ شو مين اللي بده يغني؟ المدام. حضرتك لمين بتغني يا مدام؟ ما بتغني لحدا بس لالي. ممكن تسمعينا شي مدام؟ وجه الحديث إلي إذا بتريد.
ممكن المدام تسمعنا شيء؟ راح خليها تغني لك. سمعي شيء انا جيبه. مررت بالبحر فاحتاجت لرؤيته عواطفي. اه يا مدام، مين اله؟ مين اله؟ مين اله من الشباب؟ مين اله يا مدام؟ خيال اله. ولمين اله يا مدام؟ سلح سلح. لا لا فوق لفوق. اعمل لحوم. انتوا اثنين كمان لفوق. لا لا فوق لا فوق. اذا يقول لفوق وش قلنا الحد؟ ولا لا الحد. ولمين اله يا مدام؟ عم بدو بقى الطرب. ها ولا بعدلكم؟ دخيلك ارحمنا يا خيي. انت اللي بحيت الاخدام نحن. بامرك والله. حط عليك ما بيعجبوني ابدا. على خاطرك. وخصوصا يا معلم نخلي اذا ما كانوا مطرحهم. ماشي دمي. شو يعني؟ فكرك تغني بعد ما بلشنا وبلشنا خلص. فكرك تبلينا ها؟ ماشي دمي. ولا جمد؟ جمد. ايدي يقول لفوق. ليه لفوق؟ لفوق. استريح شباب. يا والي من الليل يا معلم نخلي لو كان قتلنا. عشو خايف؟ ليش فكرك من مساحة بسلاح حواس؟ يلا فوق. قلت لكم لتحت. كسف كسف كسف. طلعوا معي. هو وين شو صار له هيدا يا اخي؟ يا خي غطعان. حتى اصبع بيتم احسن ما يبلع لسانهم. مين بعد فيك؟ نبش لي اياهم هولي بالاول. لشو يا معلم نخلي؟ نبش لي اياهم يا خي. شو خسرانين؟ كله؟ كله. سمعونا. سمعنا يا عم. يا عم سمعنا. ما بقدر. لا حادد البعيد عنك. حادد. طيب مش ممكن تسمعنا شيء ابدا؟ يا ريت. كنت بتمنى اني سامعك بس مش مسائلة. طيب كيف بدك انا نعرف انه صوتك حلو؟ صوتي؟ مراي؟ قل له صوتي كيف؟ الله وكيلك يا معلم نخلي. عليه صوت؟ جنّي. سمعت بدانتك؟ طيب مش ممكن تسمعنا ولانه شي اوف؟ راعي لي شعوري وحياة ولادي ما بقدر. يا اخي مراعي لك شعورك بس راعي لي شعوري. كيف بدك انا نعرف من دون ما نسمع يعني؟ طيب انا شو قلي مسحك زب عليك؟ لا مش هيك يا خي. القضيه قلت لي بي شيء؟ لك ملا علقه لك. خرب لي بيتي شيء؟ لا يا خي. طيب قلي شو بتريد نعمل؟ قلت لي خي شيء؟ لا. شو بتريد نعمل قلي؟ هلا مؤقتا ما بنقدر نتصرف قبل ما نفك الحديد. يعني من هلا لا تيجي لتفك الحديد العود بسلامتك. يبقى لنا وجودك. يبقى لنا وجودك. عبد السلام. ما ماشي مع النخله؟ ابدا سلامتك. خاطرك. مع السلامه. خليك بالهمه. شفتي بعد صوت بيك ارحم من غيره. شو يا عزو بعد في حدا؟ مالها يا معلم. زين روحي تنفل.
ها عم تفحصوا الأصوات؟ اي نعم. عمالك معلم نخلي؟ شو؟ في الشاب جاي يفحص صوته. خليه يرجع بكرة. لك يا معلم اسمعوا لي مرتاح، شو راح يكون أحسن من المرة؟ أولاد؟ آه. طيب هيك سمعنا تنشوف. شو بتريد غني لك؟ حي الله شيء. يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليل. شو قلت لي رجعي انت شو؟ يا ولو يا معلم نخلة بنتك لها رأيها. ايه بس انا اللي بقرر صوتك ما بيسوى ابدا كله نشاز. وعدت وجه صوب القهوة ها؟ ليش؟ هيك عزو رتب الهيئة وبعت لي ورا عبدو عايزه. امرأة هلا هلا عبدو هلا هلا ليك ليك ما تزعل بي نخلة هيك ما بحب يكون في حدا بغني احسن منه هو هيك بغار. شو بدي اعمل؟ بخاطر. طيب ليك مش رح تبقى تجي لعنا على هوا؟ ما سمعتي بيك شو قال؟ شو قال؟ قال ما تغني تعو مش ضروري تغني. قولك هيك؟ ايه وبكرة عشية في عنا سهرية اذا بتحب تجي. عشقتك وحبيتك ويكون الهوى رماني ببيتك خايف كون عشقتك وحبيتك ويكون الهوى رماني ببيتك ونصير ليلي نشتاق ليلي واسأل حالي كيف حبيتك سرقوك العيون السود يا قلبي انتسى يا قلبي اللي مش موعود إلا بالأسى سرقوك العيون السود يا قلبي انتسى يا قلبي اللي مش موعود إلا بالأسى غيروك وراحوا غربوك وراحوا فلوا تاير ارتاحوا آخر هالمساء خايف يكون عشقتك وحبيتك ويكون الهوى رماني ببيتك خايف يكون عشقتك وحبيتك ويكون الهوى رماني ببيتك ونصير ليلي نشتاق ليلي اسأل حالي كيف حبيتك عيالي الحب عينيك وعيني جاي من عينيك الغرب هلفت الهنيه ما
مندورة عليالي الحب عينيك وعيني وجاي من عينيك الغرب هلقت الهني عم تبكي الأشعار والقطر للمشوار خبرها شو صار يا طير العشيق كيف كون عشقتك وحبيتك ويكون الهوى رماني ببيتك خايف كون عشقتك وحبيتك ويكون الهوى رماني ببيتك ونصير ليلي نشتاق ليلي أو اسأل حالي كيف حبيتك شوفي خيي ما بعرف شو فيه هو قال روعي يطلع عبده اختر لك اخ ان شاء الله يكون في شي مشكل شي في خبيط حايس صار الي جمعه قاعد حس حالي رح تق مرحبا عبدو اهلا اهلا خير ان شاء الله قول قضيه خطيره يا عيني عليك قول في واحد اجى لعندي عبكره على القهوه تغني لصوته بجنن انا منعته يجي لهون وقلت له صوته مش حلو بس بعدي مش مرتاح وقلبي ناقزني منه وفزعان من شو فزعان ما يصير يجي على القهوه ويقوم شي ساعه ينطرب ويشلح له شي اوف بيشرشح يعني صوته احلى من صوتك صوته حلو فهمني يعني اذا غنيته سوا بيمسحك عم بقول لك صوته حلو صوته حلو ها اي والله لا تربق له اياها تربق هالحنشرة لا يا شيخ مش هالقد شو بك فهمنا لكن شو بدك بدي تمنع لي ايه واجي صوب القهوة بس بس لا 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 انا امنعه بس ما رح توقفي معي انا اذا ما بليت ايدي فيه ما بيمشي الحال ما بعرف المهم ما اشوف صورة تنجو بالقهوة ما عليك وانتبه للشويش ها شويش لشو بو الشويش الاتلين هم الشويش لو عم الشويش بينطر هيك مشاكل تما يتدخل طيب دبره بمعرفتك انت ارتاح غيره بعد في شيء ابدا سلام خاطرك مع السلامة من إجينا هذا آخر النهار شو مرقوا من هاو كنا قاعدين مبسوطين وهالشباب عم بهيسولنا هاي لا يوم يغني قدام حدا مصيبة مصيبة بس أنا ضينت معه منيحة لهية النيلة يا ما في اشي مخبية بزاوية الايد حاسس انه في عاصفة زاح في صوب هالقهوة يا بي شو بده يوقع طرابيش بدي اقول له العز وخلي دق لها مسمارين لهالقارمة اذا بلشت تتهز قال لي بده يجي على السهرة شو قول كن رح يجي؟ وليش ما يجي؟ خايف ينسى وخايف إذا أجبي وعبده يعملوا له شي قصة ليش؟ لأنه صوته حلو بغني وهن ما بدهن يغني طيب يجي مش ضروري يغني أنا قلت له هاي شو بك تغيرتي؟ شو قول كن أنا حبي؟ كيف بدك أنا نعرف؟ خبرينا كيف أنت بحالك شو صار؟ شايف الدنيا أحلى والمطارع وشايف إنه الناس زغروا رجعوا يضحك شو قولي؟ أنا شو عرفني؟ حاسة إنه علوا الزهور اللي بسهول الأرض كتروا الحساسين اللي بسما ضيعتنا شو قولي؟ وأنا شو عرفني؟ حاسة إنه إيد جاي تاخدني ومش قادرة بعدها شو قولي؟ معلش لا تبعديها يمكن أهل الهوى خلقوا تيمشوا سوا ضل تذكرهن يا هوا
كنا سوا كان الهوى دمع الهوى دمع الهوى ما له دواء إلا الهوى أهل الهوى خلقوا سوا عاشوا سوا وراحوا سوا ضل تذكرهن يا يا عزة إلنا ساعة مصين على المازة ولا خي وين سرنا؟ منيح ولا خي نعم طيب طول لي بالك شوي شي شرف استلم أول ثلاث صحون سايري اهلا دخلك المعلم نخلي ما فهمك انه ما بده يشوفك هون بلا شو بعدك عم تعمل هيدي القهوه لكل الناس وجاي اسهر مثل اي شخص تاني لا روحي لا انت مش مثل اي شخص تاني ليش لانه المعلم نخلي ما بده يشوفك هون وتفضل قدامي ما بتفضل خلينا نتفاهم نتفاهم برا جرونا برا يا شباب يا شباب برا عساكم شباب مثل ما طلبتوا صار وتقدم كتير مطربين على القهوة وبحسن الأصوات وبكل نية طيب بحسن الأصوات لكن لسوء الحظ ما لقينا أي صوت معقول فالليلة بدكم ما تواخذونا صارتنا مثل العادة مع المعلم نخلة إن شاء الله الألحان الجديدة بتعجبكم وبنسهر نحن وياكم لطلوع الضوء يلا شرفي I'm
وادي وادي كل لحظة بعدنا زيادي انت بوادي نحن بوادي كل لحظة بعدنا زيادي أرض اللي عنا بلس الجادي وانت معودي تمشي عالريش حالي تعباني يا ليلى خطبي ما فيش انت غني يا ليلى ونحن غبرين غيروكي ضلوا حتى غيروكي لبسوكي تاج ملوكي ونسيتي أهل الطرابيش حالي تعباني يا ليلى خطبي ما فيش انت غني يا ليلى صعب يرجع وحده يعيش حالي تعباني يا ليلى خطبي ما فيش انت غني يا ليلى ونحن قدرهم خطبي ما فيش 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 الله يديمك يا معلم نخلي ودم لنا الصوت يا خيل الليل يا خيل الليل ردي حتى حدي وحدي منك امتن فيكي تحدي وانا من ربعكم مرحل تحدي العديلين ويصيروا حبايب سيف العلق عدا غادي وانا لارحل من وادي الوادي لو ما للخصم مايل يا سيف العلق عدا طايل يا هادر دم القصايل ويلا اللي تحدى ويلا ويلا اللي ناوي قاتل يا بويلا اللي ناوي قاتل
عليهم حقده وطار ضحك هدرهم من دار لدار سيف اللي معود يكدح نار ما يرحم وشي فهمناك انه ما تغني هون انا عم غني بالساحه والساحه لكل الناس ويل ايش انتم ناس لا احسن لك اه ولا عبدو عم بتحدونا ببيتنا وما لك ساكت ما فشل مين ساكت لو رح لين يا شباب دلفلني عباد الحزب دلفلني عباد الحزب شي؟ لا أورا لا كنا سهرانين مبسوطين أخ شو سهرانين الصمان شي؟ ليش أنا أرجع على النخلة؟ ليش؟ سلامتا إجوا على قهوة كسروا الدنيا وراحوا مش شايف؟ مين؟ جماعة مش كان جاي لا 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 تفضل هلا القهوة صار بدها تصليح شو بتريد نعمل؟ صلحوا بأمر أمر بأمر أمر والله بنعرف وين كنت حضر جنابك فحمل من الشباب إنه عيطوا يا شويش يا شويش كنت بالنفر ولا نجيب شو بدي اجي اعمل بهالعجره؟ انا قلت بنطر شوي يخلص وبنزل بعمل تحقيق عروة سامع يا معلم نقلي؟ اعمل لي فنجان قهوة بتعرف اشتغل قهوة كمان؟ اذا نعمل له ركوي عروة في نهار الاربعاء الواقع في 6/7/8/9/73 باليد 2 وعند الساعة ساعة بمشي شباب ساعة الخواجة شمشون هون تحركش فيه ما كم كانت الساعة يا خواجة شمشون شو الساعة 11 نمرود وعند الساعة 11 نمرود قبل منتصف الليل لا لا بعد منتصف الليل هجم دعمة إذا بتريد عمول معروف حط لي دعمة لأنه دهامولة ولخيبين دهامك ما تحشت علي متر تركتير حط لي هجمة متر تركتير لا حط دعمة إذا بتريد لا دعمة هجمة رو طولوا منكم
لا هجمة ولا دحمة اقتحمة دحمة شو؟ ايه شو ايش هاي احلى بكتير هاي معلوم اقتحمة اقتحم قهوة المعلم نخل التنين جماعة من المشاغبين ودار الشبيق ودار الشبيق على عدة جولات على عدة جولات وتطبشت الطاولات وتطبشت الطاولات وفاز المشاغبين مين قال لك فازوا المشاغبين؟ نحن؟ نحن فزنا معلم عبدو فاز معلم عبدو كان ايد الموقع والدليل فضل ايد قهوة صار ايش وايش اذا بتريد اي ايد المعلم عبدو كان ايد الموقع ما هو حق شيء واحد يحكي الدغري لا هو دجال واحد يحكي الدغري أما حصيلة العرك فكانت كما يلي نقطتين عصات عمود طار من مكانه يا ضيعانه طارق راسي مين كسرهم؟ شو بعرفني مين كسرهم بالعجقة؟ يمكن أنا تكسير كراسي والفاعل تقديره يمكن أنا لعدم توفر الأدلة على غيره على غيره إذا بتريد بدك كسرة يا مول معروف حط لك كسرة رقبتك اللي بدك كسرة عم بتصلح له كمان طيب. قاعد كتير عقلبك غيره يا خي صلح لنا القهوة طيب. بالقهوة طيب 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 شرف على المحنين إذا بتريد ايه تقبر اخ وين ها شرف ولد وين حدو ها شرف ما قلت لك انا مبروك ولد انا كمان يلا ايه يا عم احنا كمان ساعة طول بالك ضيها يعطيكوا لعب يا شباب عاد شو ايش لا ما دخلت عندك شوي صارت يا عباس يا عزو اكتب لي اعلان انه سكرنا القهوه بسبب التصليح وانه المعلم نخلي ما راح يغني بسبب التصليح مثل ما بدك كفى مبين بعدك ها شرف خي خلص دوار بك ايه رايح زحني ناقصت انت يعطيك العافية على هالليلة تعبناك والله أنا السنة جاني شغل زيادة أنا كل سنة معول أكتب أربع كلمات أول صيفية بكتب القهوة ماشي وبآخر صيفية بكتب القهوة مسكرة قهوة ماشي القهوة مسكرة أربع كلمات وعيشين على أربع كلمات شو غيرتوا اسم الهوى؟ لا
سكرناها. بور توجور؟ بور توجور نعم. عاد خي انطون ليش ويف؟ ايه عاد عاد خي انطون شرف خي. تعزم لي اياه كمان. عزو والله غلطان. عزو. سعيد. سعيدة. شرف. جفنوك علم الغزل. ددم ددم ددم. ومن الحسني ما قتل. ددم ددم ددم. وقتلها أنفسنا في جحيم من القبر. ددم ددم. يا عزو ليش صار هيك؟ كنا سهرانين والله وصار مشكل سكرنا له. اي اي حفلات الطرب بتبلش بفرقة الاوتار زابية تغلص بالفرقة 16. ركب ملوحين لك قوم خدوا وجر انتو يا شرف. شوف شرف هو كيف التنين. يا عيني عليك يا تبني يا بنتي لم عاون خلخالي لولي وليوة. سألتيني قلبك جاني جاوبتك ايوة ايوة ايوة. يا بنتي لم عاون خلخالك اللي والولي والولوى. سألتيني قلبك جاني مجاوبتك ايوا ايوا. سألتيني بدك تفل فل بس امشي على جنبها ما تشغل لي فكري. يشغل فكرك تسلم يا عز. يا عز نعم. ما في اصعب من شغلة الفكر ابدا. اكيد هيدي حطها براسك ويدا فوز اللي شايفه هنيك. شايفه؟ شايفه. ايه انا مش شايفه. هيدا فوزي اللي جاي فونيك. المصيبة فيك رح يقتلني بحط بقلبه. طيب طيب كثير عاد الله يخليني لكم يا رب. بس ممكن لخي تقوم تفلو القهوة مسكرة كرمال الله لكم. هو زكين مسكرة ما نحن معنا إذن دخول. إذن دخول؟ نعم. كرمال شو أعطيكم الإذن؟ هيئة سكرية. هاي اما رح تمضع سلامي رح بتفل ولا شو؟ ولا شو؟ يا عبوزي ولا منا رشاوي شو؟ لا 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 على مالك لشو شويش؟ حط لنا شوية مزات. مزات؟ على الخفيف لا تعجبه. بعدين إذا حبيت عيط للشويش. أنا شخصيا ما عندي مانع. بيجي الشويش بيلاقي كل شيء جاهز. ايوه وهذا كان ناقصنا. وانا اقول شو كان ناقصنا؟ لاكل يا فوزي. ها؟ بتقوم بتاخده وبتمشي انتو يا احسن قالت لي فيك لاني ما قالي جلدتك. ليك؟ ما طايتي كتير وصلت معي لون. ايوه انا وصلت معي لون. يعني مين اكتر؟ يعني انا اكتر. طيب نزلوا هناك شوي من سيرات بعدنا. انتوا على مطرحك كريم يا عزيزي. كي شري بعض ليك على هوي. نعم كي بالإذن فوزي زي عجل فوزي ما كتير. انا حاسس عليك مبين. شوف هيدا فوزي رح بيدوخني. صرت عاطي
48 تسعة 10 و40 ملاحظة عبس. الله السلام لاسمه خلقه سمج. هلأ انت بدك تغيره؟ لا استغفر الله لا بغيره. لم ممكن تغيره. سمج لدرجة انه انا مرة زعجني. معقولة؟ يك. بخبرك شي بس خليه بيناتنا. ها ايه خد راحتك غمية. اسمع. مرة كنا سهرانين بطقة الظهر. حلو. انا فوز. فوز شو سهرانين؟ سهرانين انا وفوز بطقة الظهر. شو سهرانين بطقة الظهر انا وفوزي. شو ولا انت وفوزي بطقة الظهر شو سهرانين؟ اتفضل. يا شو عم تعيط؟ ما واضح حديثي انا واضح؟ نعم. لا عم تحكي كرشون انت. ارجوك ما تعيدني الاشياء مرتين ابدا. وطي لك. لا احترم نفسك يا غلام. انا غلام؟ نعم. رجعك عن القصه ده وقفة. شيل ايدك عني. خبرك شي اسمع. انا وفوزي سهرانين طقت الظهر. بتعرف شو قام عمل فيه؟ شو زعجني. وحياة الله. وحياة. لا زعجك وهيك لك ضرب الجامعة. روح على مصر. على مالك يا عزو؟ على مالك بتسمعوا؟ على مالك بدي خبرك هالسر. على مالك شرف احكي ليك يا عزو. عب نبك منيحة ما تعرض لي. عم بيهددني. فهموا فهموا. لمين عم تهددني؟ ما هديك يا عزو. عود عود ما تعرض. اسمعني يا عزو. شرف احكي كمان. امبارح قولت امبارح جمعة الماضي. ايه ليش تنبر عليه للزلمة؟ شو من جاي لك فوزي عم تمزح معه؟ جاي دورك انت. لا عمالك شوف ستارات. لا لا بشوف يا ما ناس قبلك حبوا يجربوا. روح روح ده كيف اسمع. مسرب على بيتي عبكرة الصبح. فتلك عبيت جيرانا بالغلط. يا اخي هالبنايه ما بعرف كيف شكل مركبي بتلخبط. ايه بعدين فوزي. بقى فتلك عبيت جيرانا بالغلط وشفتلك شوفي. الله يخرب بيتك يا جارتنا. ليش شو شفت؟ شفتلك جارتنا بعميس النوم هي وجارنا. مش هيداك هيداك. ايه بعدين فوزي بعدين كم احكي يا ابني. نعم صار لازم يفلقوا. نعم اخرنا خاط فوزي. شو بدك فيه شو روح شوي لانتا خيي عنا شغل. روح فوزي كرمالي عاد كملها مصر. روح يا فعنتون. ايه الله ما مش اسمع يا خفة. كمل. وبعدين انطبش الباب بوش. طبش الباب وجهك يا انفل. اسمع ساعتها انا قلت يا زلمي شو بدك بالعالم؟ طلع على بيتك. وبيتي باخر طابي فو 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 زويت. ايه مفهوم. طلعت درجتين عم بحط التالتي صرت على السطح. كيف صار هيك؟ شو وصلني على السطح؟ انه بيتك اخر طابق وطلعت درجتين وبالتالتي صرت على السطح. درجتين صرت على السطح. وين راح البيت؟ راح. وين راح؟ لك راح بيت بيطلع الله لا يرده. انت شو بدك فيه فوزي؟ نعم
مثل ما ودعت تلاقي يا فوز. شايف يا عزو؟ اه انا اذا مرتي بتعمل هيك بقبرها. اه مشرف يا الله. املح عليه لتفقسه شربان شوي. اي والله لا افقسك وافقسه. لا شرف يا فوز. الك يوم يا ظالم. شو؟ الك يوم يا ظالم. يوم يومك ما فيش رعت كسروها قهوة القش كسروها قهوة القش كان في سهر وما عاد في سهر بتحبيه عزو؟ مرد أنا بعرف إنه بيي بيسمع منك. خلاص فهمت تركي علي. دخيلك يا عزو إذا قدرت أنعته ما بعرف كيف بدي كفيك. أنا خليني أنعه وما بدي تكفيني. دخلك بشو بدك تكفيني؟ تشتري لي وزرة جديدة؟ تشتري لي مدقة توم؟ شوفي لي شغلة غير هالشغلة؟ كتر خير الله ماشي الحال.
بس بدنا انت، انت ياسمينة القهوة وكل العيون عليك وناطرة منك خدمة، بس امري. عزو! عزو بدي وصيك جبيي. يا عزو! او! عديت لي الكراسي الباقيين؟ هلا في شيء اهم من الكراسي. خير ان شاء الله. بقدر احكي انا وياك كلمتين على جنب؟ خير ان شاء الله. قضية معلم نخلي، قضية ياسمين. ايه. جنيت يا قلبي وحبيت، مدريك بجنيت يا قلبي وحبيت، مدري مين دلك ع قلبك، تب قلبك خبيت، تب قلبك خبيت، تب قلبك خبيت، مدريك بجنيت يا قلبي وحبيت، مدريك بجنيت يا قلبي وحبيت، مدري مين دلك ع قلبك، تب قلبك خبيت، تب قلبك خبيت، تب قلبك خبيت. السهرية خلف السهرية وتصير تجي تسهر ليلي، والسهرية خلف السهرية وتصير تجي تسهر ليلي، إلا من تطليعاتك فيي ضعت وما عاد عندي لا أهل ولا بيت، مدريك بجنيت يا قلبي وحبيت، مدريك بجنيت يا قلبي وحبيت، مدري من دلك ع قلبك، تب قلبك خبيت، تب قلبك خبيت، تب قلبك خبيت. مرحبا معلم. اهلا. في المعلم نخلي بده يحكي معك كلمتين فينا. انا؟ نعم انت شرف. تفضل. تفضل عون. عرفتني منيح؟ أنا اللي جيت هديك الليلة ومن تحت راسي صار المشكل وتسكرت القهوة وبعد القهوة مسكر. بس خبرني، أنت بتحبها وهي بتحبك ولا هيك حافظين إشي عن القصص الحلوة اللي بالكتب؟ يا معلم نخلي، اللي كتبوا الكتب كانوا مثلي ومثلي. لكن ياسمين صغيرة وبعد لهلا ما حبت حدا. معقول يكون هيك حبتك؟ معقول؟ مش أنا حبيتها ولا هي حبتني، بس هيدا اللي صار. بتحبها وبتحبك معلاش، لكن بكرة إذا تجوزت وفيك تعيش وتعيشها. إيه يا معلم نخلي، بي وقت اللي راح راح وترك لي الحقل وعم بيشتغل فيها، والحمد لله عايشين وبفتكر بتعيشنا إلي ولا ياسمين. يا معلم نخلي، اصحى تكون مفكر اني انا جاي تغني، انا كنت مارق صدفي من هون وقالوا لي جرب صوتك، وانت مطرب القهوه الك 20 سنه ومعلم بالمهنه قديم، وصوتك بايامه ما بيوقف حده صوت، وانا لا ريد اخذ من ضربك ولا من ضرب حدا، انا كل شي طالب انه حبها لياسمين وانت ترضى علي. يا ابني صوتك حلو، حلو كتير. أنا صوتي حلو شيء. أنتوا العمر اللي جاي ونحن العمر اللي راح. أنتوا لازم تغنوا، نحن لازم نرتاح. لكن حابب أبقى قدام هالناس معلم نخلي اللي كان. بكرة إذا رحنا أنا وياسمين بتضل القهوة اسمها قهوة نخل التنين،
وبتبقى وحدك تغني بهالسهرات بصوتك القديم. صوتي القديم؟ صوتي القديم؟ أوف وينك يا صوتي القديم؟ طيب فكرة تيجي بكرة على السهرة، هيك من صالحك أنتو معلم عبده، بيكونوا كل الأهالي هاون، ياسمين بتكون هاون. بكرة بالسهرة بدنا نغني. منغني عزو؟ نعم. رتب لي القهوة مشان سهرة بكرة، يلا شد الهم. تكسر القهوة، تتصلح القهوة، بيتزاعلوا بيرجعوا يتصالحوا، واللي بيحبوا بعضهم بياخدوا بعضهم بفلوا، وعزوا باقي بهالقهوة بتتكرس القش. ايه مثل كراسي القش، ويمكن قالوا على اي شي مر بالغلط مش فايق، بده يكون كتب لي هني ياكلوا وانا غسل صحون. حزين
جينا نراضي زعلانين ليلي باللح الحزين جينا نراضي زعلانين ويا قهوة النخل التنين خليكي ملفى الأحباب لا سكروا بيوت لا تطفيوا النار حي اللي كن ضاوي وبعد ناس كتار لا سكروا بيوت لا تطفيوا النار وليش كلمة سألت بتقولي روق بعد شوي لا حد تجي عالحي ولحقين نحكي هالحكي شي نهار ولحقين نحكي هالحكي شي نهار يا دام هالحي اللي كن سهران وقلبي عبال خبر حكايك ضوي وبصحك يعرفوا الجيران ضوي طريقي لعندكن جايك ومادام هالحي اللي كن سهران وقلبي عبالي يخبر حكايك ضوي وبصحك يعرفوا الجيران ضوّن طريق لعندكن جاي ضوّن طريق لعندكن جاي سهرية سهرية يا حكاية قلبي يا حكاية محبة جديدة وألفة ولفتة عين سهرية سهرية يا حكاية قلبي يا حكاية محبة جديدة وألفة ولفتة عين من عمر الطفولة هربانة الطفولة والبنت الخجولة رح تخطف هالإيدي سهرية سهرية يا حكاية قلبي يا حكاية محبة جديدة وألفة ولفتة عين صوتك لف من نداهل تركت البيت وفي الليل لامون السهيرة كيف رحت وما مستهيت ضاعت فيي طريقي بلعتني ما استهديت هنيجي من السهران تضوت اللي من وين سهرية سهرية يا حكاية قلبي يا حكاية محبة جديدة وألفة ولفتة عين يمكن صار بديك تروح والقصة هي هي خدي مني قلبي وروحي بآخرها السهري يمكن صار بديك تروح والقصة هي هي خدي مني قلبي وروحي بآخر هالسهري كنت منك طلعت منك وإن شاء الله فيك يتهنى كنت منك طلعت منك وإن شاء الله فيك يتهنى كل شي نتمنى نرجع نتمنى
تبقى ايامك هانيه يمكن صار بديك تروحي والقصة هي خدي مني قلبي وروحي دي آخر السهري نجوم الليل تضوي الليل وتقول سعيدي وعد جديد حب جديد ودنيا كلها جديد نجوم الليل تضوي الليل وتقول سعيدي وعد جديد حب جديد ودنيا كلها جديد نجوم الليل تضوي الليل وتقول سعيدي وعد جديد حب جديد ودنيا كلها جديد نجوم الليل تضوي الليل وتقول سعيدي وعد جديد حب جديد ودنيا كلها جديد ليل السفر مارق مارق على المفارق إنه إني ناطرة لا يتركني وحيدي لا يتركني وحيدي شوم الليل تضوي الليل وتقول سعيدي وعد جديد حب جديد ودنيا كلها جديد في نجمي لحالة ما بيتركها خيالة بدك جرب طابة نجمي منا بعيدي شوم الليل تضوي الليل وتقول سعيدي وعد جديد حب جديد ودنيا كلها جديد نجوم الليل تضوي الليل نجوم الليل تضوي الليل نجوم الليل تضوي الليل